سموحة يفوز على الأهلي 3-2 في مباراة غريبة الأحداث. كابتن علاء، مباراة مثيرة جدا، مباراة صعبة جدا، مباراة وصلنا فيها للجول كتير جدا، ولكن للأسف النتيجة في الآخر أو المحصلة النهائية خسارة النادي الأهلي للمباراة. طبعا الخسارة صعبة جدا على النادي الأهلي، ضيعت فرص كتير، في المقابل كنت ممكن تستقبل أهداف كتير، ودي كانت حالة غريبة جدا النهاردة على النادي الأهلي خصوصا من الشوط الأول. لكن لو هتقيسها استقبلت إيه وضيعت إيه، لا تكسب. أنا بتكلم النقطة دي بس، يعني الفرص اللي ضيعتها على الفرص اللي جت سموحة، لا أنت كم فرص مش طبيعي. لكن حتى وفي من عدم وديش بتاعتك، خليها على جنب شوية. كمان حارس مرمى بتاعهم موفق بطريقة مش طبيعية النهاردة، هاني سليمان طلع حوالي 3 أهداف هو لوحده طلعهم، خصوصا كمان الفرص ضاعت مننا. لكن انت كان عندك مساحات كتير قوي ايمن، واتكلمنا عليها بين الشوطين، يعني كان عليها بالشوطين كده بسرعه كلنا، ان عندك مساحات كتير قوي لازم تقفل كويس قوي، مش لازم كنت تغامر قوي عشان تدرك التعادل او عايز تكسب. ممكن كنت تتعادل او تكسب، لكن برضو بشكلك في الملعب، بنظامك في الملعب، انك برضو الشوط الثاني سبت مساحات كتير قوي، اخطاء مننا برضو، اخطاء للاسف. الجول الثالث يعني من بدري ما ينفعش يحصل كده، من بدري قوي فاول، صح. حتى لو اخد انذار صح، مش عيب على فكره، يعني لا عادي، مش عيب لو انا مدافع طب تصحح خطا فاول عادي، مش اعمل فاول من بدري ليه، اسيب الخطا يكبر لحد كلفك هدف. مظبوط. طب من بدري قوي فاول، حاجات بسيطه جدا كانت تحصل النهارده ايمن. لكن في الاخر مجمل الناس هتتكلم، في المجمل انت خسرت. مزبوط. يعني هي في الاخر تكتب خساره، 3 نقاط غاليين جدا في سباق الدوري كان بيتكلم عليه عادل. لكن هي دي كره القدم، وزي ما اتكلمنا في بدايه الاستوديو خالص كنا بنتكلم بعفويه كده، ازاي تتعامل مع المكسب وتتعامل مع الخساره. الخساره بالنسبه للعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته وجماهيره حاجه، يعني حاجه مفيش حد بيقبلها، ان هي صعبه جدا ان هي تحصل، ودايما بتحصل قليل قوي. لكن خلاص حصلت النهارده، هتتقبل الهزيمه، تبدا تراجع تاني، تراجع نفسك تاني، وتبدا تشتغل صح تاني، وتبدا تاني تفكر في مباراه قادمه مع المدير الفني الجديد. اخطاء كتير حصلت النهارده، فرص كتير او ضاعت، انا موافق حظ النهارده مش معاك، كل ده ماشي. لكن هو في نص ايمن، هو في سبب لهزيمه النهارده. سبحان الله، يعني لو على سير المباراه لا ما تخسرش، لا خصوصا في اخر حوالي 6-7 دقايق قبل هدف حسام. ايوه، في كم اهداف ضايع وكم فرص ضايعه مش طبيعيه، ان سموحه خلاص اعلنها رسمي بيدافع عليك من اخر 20 يارده، مش يعني اخر، خلاص هو اللعيبه كلها وقفت وبتدافع في المنطقه دي. انت بتحاول، كانت في برده شويه استعجال، شويه في الفرص، في الكور اتقطعت منك كتير. مشكلتك في الهجمات المرتده، كانش فيه 2 مدافعين بس، ودي برده كان يعني مغامره هجوميه كانت صعبه شويه. صحيح. يعني برده يا ايمن، لو سموحه احرزت الفرص اللي جات لها وانت بتهاجم في عز هجومك، كانت الامور صعب عليك جدا. لكن انت برضو بتضيع فرص، بس هم بيضيعوا فرص، انت انا يعني انا ممكن اضيع فرص بس ما يجيش عليا فرص. ايوه، بس انت مغلوب، فهي الحسبه نفسها كانت صعبه شويه. صعب. انت بتفكر عايز تقلل الفارق، بس في نفس الوقت كنت لازم تامن شويه. لكن خلاص.